اللهم إني استودعتك هذا الشخص الذي فتح المقطع الآن، اللهم اجعل وقته كله انشراح، ومن عليه بمفاتيح السعادة، واملأ قلبه بالأفراح. اللهم أدم عليه نعمة الصحة والعافية وراحة البال والصلاح. اللهم ابعد عنه مواجع الدنيا وارزقه التوفيق في حياته لكل خير. اللهم إني لا أعلم ما هي أمنيته، ولكني أرجوك يا رب أن تعطيه فوق ما يتمنى، واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل تعب راحة، وبعد كل ضعف قوة، وبعد كل حزن فرح، وبعد كل صبر بشرى. اللهم ارزقه رضاك وحبك وسترك وعفوك وتوفيقك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.